يخرج من خيرة الناس اللي كيأتوا فضاء اللقاء المفتوح اللي ما كيبخلوش علينا بالنصائح وبالأفكار. الأستاذ جمال زيدي اللي شديناه معنا في الخمسة ديال الدقائق من أتاي الحداش، وغد نرحب إذا سمحتي أستاذ جمال زيدي، ومعنا كذلك بالأستاذ دريس النجار، مستشار تربوي أسري اجتماعي وأستاذ مكون في مجال التنمية الذاتية الكبار. مرحبا بك. مرحبا أستاذ. مزيان بارك الله فيك. الحمد لله ناشط الحمد لله وفرح الحمد لله. ودابا حنا معنا أستاذ جمال زيدي كيقول لنا فرحوا نشطوا ضحكوا وضحكوا نشط. إذا بغينا نعاودوا نرجعوا لك أستاذ جمال زيدي وتكلمنا على مقومات النجاح، نعطيه باختصار كيفاش نكون ناجح. كيفاش نكون ناجح؟ نديروا عمليه خطوات عمليه. دابا تنهضروا مع الاباء والامهات باش يجعلوا ولادهم ناجحين متميزين. قلنا اقصر الطرق وانجحوها هو انني نقلد الناجحين. ناخذ جوج ثلاثه، هو ناخذ جوج ثلاثه من الاسره ديالي من العائله ديالي ممكن ناخذ عالميا ونشوف النجاح بشكل كبير. أيه. مثلا بالحق اللي مهم هما الناجحين في المحيط اللي قريب ليا. ناخذ جوج ثلاثه اللي ممكن نحتك بهم، نجلس معهم نسولهم نعرف افكارهم. صحيح. غير النجاح عنده بزاف ديال الاركان. فين ناجح؟ واش في الركن المهني؟ ناجح في الدراسه ديالو؟ هذا هو السؤال. ناجح في الركن؟ لا، باش يكون عندنا الناجحين بزاف. نعم. هذاك الناجح يقدر يكون ناجح هو في المجال المهني ولكن في اسرته وداره ما ناجحش. هنا ننتبهوا، انا نقدر فيه النجاح في ذاك المجال اللي تهمني. اذا هذا القدوه ديالي اللي بغيت انا اللي بغيت ننتبه، لان بعض المرات شنو الاخطاء اللي تنوقعوا فيها هو انه تيكون ناجح هو في المجال المهني وتنلاحظ وتنعرفوا كيفاش كيتصرف في الاسره ديالو وتنكرهو تندير عليه علامه كروه. لا، انا عندي قدوه غير في ذاك المجال. اذا عندي مجموعه ديال الاركان وهذيك النقطه اللي كتهمني. وعلاش خصو يكون قريب ليا؟ منين كنت نهضر معاه تيوريني حتى كيفاش كيفكر. يعني دابا هو النجاح عنده واحد المنهاج، طريقه تنوضع اهداف وتندير خطوات ودين كمشروع. بالحق كيفاش كيفكر هي اللي مهمة جدا. ولهذا كل ما كان الناجح قريب يكون أحسن. في هذا الباب غادي ندخلوا لواحد الحاجة اللي كتحبس العمل ديالنا من بعد سنين وتنسميه المتقاعد. أنا ما غنتطفلش على هذا الموضوع لأن فيه معنا الخبير سي دريس النجار. تماما. الله يحفظه. وتنتمنى لكم السعادة. شكرا لك. شكرا لك. إلى اللقاء. ودائما معي الأستاذ دريس النجار مستشار تربوي أسري اجتماعي، وغنتكلموا على حياتي من بعد التقاعد. يتم بعد التقاعد على الرقم 0537709939. كنرحبوا بكل اتصالاتكم الهاتفيه. شاركونا شنو مخططاتكم، شنو ممكن ديروا ان شاء الله من بعد التقاعد. كيفاش عندك، شنو هي الفكره بعدا ديال التقاعد وكيفاش كتشوفها؟ اكيد كنرحبوا بكل الجمعيات الناشطه في هذا المجال، مجال ديال المتقاعدين. وما يفوتنيش سي دريس النجار معايا اليوم، نستغلوا كاملين وكل مستمعين ومستمعات انه يعطينا افكار ويعطينا اقتراحات ويعطينا انشطه اللي نقوموا بها ان شاء الله من بعد التقاعد. كنعاود نرحب بك سي دريس النجار. مرحبا، بارك الله فيك. اول شيء نبغي نحيي هاد الناس، هادو هاد الناس اللي خدموا واحد المده، اللي خدموا واحد المده خصو تكريم كبير جدا. هاد الناس بالنسبه لنا حنا كنقولوا المثل كيقول لك اللي فاتك بليله فاتك بحيله. فاتك بحيله تماما. واللي فاتك بعام شحال من الليله هذيك 365 حيله. الا كانت كل ليله فيها غير حيله واحده، حيله واحده. ما الناس النجباء راه كيكون عندهم حيل كثيره في نهار واحد، كيتعلموا خبرات كثيره في نهار واحد. وعاد ما بالك ب 30 سنه ولا 40 سنه ديال الخبره. كل سنه فيها 365 يوم ضربوا شحال طلقه. نعم. هذا كيعني ان هذوك الناس اللي خدم واحد المده وغادي يخرج من العمل، يا راه ماشي ما نعتبروش حنا متقاعد. باش ما يكونش متقاعد نتفسح ومتقاعس، لا، حنا كنعتبروه خبير متفرغ. خبير وخلاص. السي دريس ملي كنقولوا تقاعد يتقاعد اقعد، يعني اجلس راك ما تصلح الوالو. صح، الوالو ما كايناش هذه، بالعكس تما عاد كيتخرج. نعطيكم على شنو ما فهمناش تخرج هذا السيد هذا. بعد ما قرينا في الدراسه وتخرجنا من الدراسه وخدمنا، ملي كيدخل واحد يخدم عاد كيدخل لواحد المدرسه اهم من المدرسه اللي كانت قبل، وهي مدرسه الحياه. مدرسه الحياه كتعلمنا اكثر من المدرسه ديال المدرسه. مدرسه الحياه نقارنوها بينها وبالمدرسه ديالنا حنايا. لاحظوا المدرسه العاديه كنقراو دروس، كنستافدوا من الدروس، ومن بعد كندوزو امتحان والاستاذ معانا. تماما. في مدرسه الحياه لا، كندوزو امتحان ونختبروا عاد كنتعلموا الدرس.
هكا كيوقع لنا دائما. هاد الناس اللي خدموا واحد المده هما الناس اللي وقعوا في امتحانات وخداوا دروس. اشنو خسرنا حنا الا تعلمنا منهم دوك الدروس قبل ما نوقعوا فيهم حنا؟ نعم. اذا مهم جدا انهم متخرجين يستغلوا كتسمى متخرجين من مدرسه الحياه. مدرسه نعم. الحياه هي اغلى مدرسه وارقى مدرسه. نعم. علاش؟ حيت هي حيت الدرس في المدرسه الا تعلمتيه ممكن تقدر تنسى دروس في مدرسه قريتيهم ونسيتيهم، ولكن دروس الحياه ما كيتنساوش. في الحياه هو احسن معلم. وهاد الناس هادو متخرجين من هاد المدارس هادو اللي هي مدرسه الحياه اللي هي احسن معلم. نعم. وبالتالي انا كان هاد الناس هادو كنوقفو كنحييهم اول شيء. هؤلاء العمالقه والفطاحله في الميدان ديالهم في علوم الحياه، كتسمع علوم الحياه عامه، كنوقفو وقفه ايجال واكبار. واللي عنده كنوصي الناس في الديره ولا في المحيط ولا في الجيران اللي عنده شي حد قريب ليه خرج من العمل يتهلا فيه، مش يغتنموا محدو معاه. نعم. محدو حاضر معاه يغتنموا، راه كتسمى منجم من الخبره، ما غتلقاش معاه. انا بصح سي ادريس ذكرتي الاسره وذكرتي المحيطين بهذا الشخص المتقاعد، كاين اللي كي ما كيعطيش الامل لهذا السيد المتقاعد، كاين اللي يمكن كي هذه الثقافه كتربى ان الناس كيقول كي لك راه كبير ولا كيوقع له اول كيكون كينقص في الصحه ديالو، ما كيبقاش عندك الطاقه كبيره بحال كي كان قبل. وبما انه جالس صافي، اذا واحد جالس ديك كلمه جالس بحال كي كنقولوا المراه اللي جالسه في الدار ما جالساش حقيقه. نفس الشيء بالنسبه للمتقاعد، ما كيجلس راه ماشي جلس، راه تفرغ بالخبره ديالو. وتصور واحد خبير، الخبير ما كيكون خدام، كتلقاه ما كتلقاش، خصك رونديو باش تلقاه. اما الخبير المتقاعد اللي جالس فهو خبير متفرغ ليك، متفرغ غير سولو يجاوبك. نعطيكم واحد فكره على الحياه العامه، مثلا الا كنتي باديه في شي ميدان وما كتقنيش وبغيتي تقنيه وبغيتي تاخذي درس من شي حد، شنو غدير؟ ماشي ضروري تسول، ديريه قدام خبير قدامك، ديريه نجزي لك العمل، وخا ما تنجزيش مزيان غدير اخطاء، غادي لحظه غادي رونديو يوريك. نعم. غادي يوريك يدير هادي دير هادي دير هادي، تعلمتي منه بلا ما تسوليه، حيت هو ديك الخبره ديالو طاقه بغات تخرج. وهما هادو الطاقات هادو هما اللي عندنا في البلاد. نعم. ما خصهاش نخليهم تضيع، خصنا نخليها تضيع. وكذلك هما بنفسهم ما خصهمش يعتبروا بانهم راه صافي ما بقاو صالحين لوالو، بالعكس غير هما يستغلوا الخبره. وغادي نديروا نصائح للمتقاعدين، ما ياخذوش الماضي كله وبداو يرجعوا، ماشي استيراد الماضي وانما اخذ الخبره من الماضي لاستعمالها في الحاضر وافاده الناس المحيطين بنا في الحاضر والتخطيط للمستقبل ومساعده الناس للتخطيط للمستقبل. وهذا باش كنستغلوا حنا الناس، كناخذوا الخبره ديالهم ومن اجل باش يساعدونا في الحاضر ويخططوا معنا للمستقبل، لانهم جربين الحاجه اللي غنجربوا حنا جربوها ما قبل. ناخذ اختيار غنائي ومعك سي ادريس النجار. مرحبا. هناك امثله سي ادريس النجار، يعني ملي كيوصلوا للمرحله ديال التقاعد ولا الحياه التقاعد، نبغيك تشاركها معنا. نعم. اول شيء قلنا بانه غنحيدوا في نفسنا الفكره ديال ان السيد متقاعد مثلا عندنا في المحيط ديالنا انه صافي غير جالس ما صالح والو، بالعكس. اذا نخدموا على نفسانيا، نخدموا على هذه المساله، على نفسنا نبدلوا المنظور ديالنا لذاك الشخص، وهو يبدل المنظور لنفسه اصلا. يعطي راسه قيمه والناس يعطيوه قيمه اولا. نعم. حاجه اخرى هو كذلك ينظر، ما حتى كنوقعوا فيه واحد المساله ديال الناس ما كيكون عنده واحد الخبره كبيره وكذا، كيجلس ذاك الفراغ كيبقى يرجع يجسر الماضي. ماشي ضروري يرجع يجسر الماضي، يتعامل عادي ان عنده ماضي صحيح وخبره كبيره مهمه جدا يستغلها من اجل الحياه ديال الحاضر، يعيشها بقوه وبمتعه وباستمتاع ويستمر للقدام، يدير تخطيط للقدام ليه والمحيطين به اللي صغار معاه وصغار عليه الى اخره. نعطيكم مثال ديال واحد الشخص، هذا واحد موظف سامي كان في الحكومه ديال الانجليزيه الانجليز. هذا الشخص وصل حتى هو لسن التقاعد من 60 سنه، غادي يخرج طبعا كيكرموا دائما، كيخرج حتى كيدوا له تكريم. الناس اللي معاه ذوك الزملاء ديالو داروا له تكريم جيد رائع جدا. وفي خلال التكريم كل واحد كينوض كيلقي كلمه ديالو، وفي خلال الكلمه كيشكروا الى اخره. ومن بعد كتكون ديك النبره ديال انك الوداع وانك بحال كيعزي والحزن صافي، بحال زعما راه صافي الرثاء وغتنقطع العلاقات. واحد شويه شاف الاول الثاني كيشكرهم، شويه ملي كيدخلوا لذاك المجال كيعاود يدير، قال لهم صبروا بلاتي راكم كثرتوا عليا، نعطيكم ثاني واحد شويه. ناض، قالوا له ناض، ناض جبد لائحه فيها 20 هدف، 20 مشروع بغى يحققه هو. قال لهم انا غادي نبدا هادشي كله دوز، كانت غير خبره، دابا غادي نبدا، انا تخرجت غادي نخدم. عطاهم هاد الاهداف واحد مورا واحد، واحد مورا واحد،
كل واحد من هاد الاهداف كيطلب 10 سنين 15 عام 20 سنه ديال العمل باش يوصل يحققوا. ومن بين المسائل اللي غريبه في هاد الاهداف هو واحد الهدف كان غريب جدا، قال لهم انا كنتمنى نحقق تولي عندي جزيره ديالي بوحدي في ملكي. شوف المستوى، شوف الحلم وشوف النجاح، هو وصل 60 سنه وشحال باقي ليه باش يحقق. ورغم ذلك يعني مخطط ما عندوش واحد. صحيح مشى كيخدم خرج مزيان، مشى كيخدم دار جمعيات، دار هذا كيتحرك هنا كيتحرك هنا، حقق انجازات كبيره جدا من داكشي اللي كان هو اللي حققه. وبكثرت ما هو كيحقق هادشي كله تار الانتباه ديال الناس وتار الانتباه ديال الصحفيين وديال الحكومه واستدعاوه. كي داسي هادشي كله كيعاودهم منبهرو بالخبره. نعم كانت مارغريت تاتشر ذاك الوقت في الحكومه البريطانيه، قالت لهم صدرت قرار، قالت لهم الجزيره الفلانيه ديال في انجلترا غنعطيوها ليه بشرط انهم اللي غادي يتوفى ترجع للدوله. ايوا ها هي ها هو الحلم تحقق. اكيد معنا جمعيه متقاعدي التعليم بولايه مراكش في شخص نائب رئيس الجمعيه اللي هو مولاي اسماعيل شلبي. صباح الخير مولاي اسماعيل. صباح الخير تحيه ليك والناس ديال مراكش، مراكش البهجه ومراكش النشاط. مرحبا لله الثلاث، مرحبا لاله جيهان، ومرحبا بالضيف الكريم. مرحبا ديالك سيدي ادريس. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. مرحبا. اذا جمعيه متقاعدي التعليم بولايه مراكش، كيف جات الفكره ديال الجمعيه؟ ربما السي ادريس الضيف ديالك الكريم سبقني لهذا الاجابه على هذا السؤال، لماذا تتاسس واحد الجمعيه؟ بالطبع لجمع شتات المتقاعدين من اجل الحفاظ على الكرامه ديالتهم، من اجل اعتياد اعتبار، من اجل عدم الاحساس بالقاطعه بين المهام وبين التقاعد. عجيب. الجمعيه متى بدات؟ الجمعيه بدات لاله يوم 13 يونيو 1998 بالضبط. 98 باش تحقق واحد المجموعه ديال الاهداف سطرتها كيف اشار لها السي ادريس الفضيل. نعم تقريبا هذه 17 سنه تقريبا. اييه وهي خدامه وطرحت لها واحد ديال الاهداف وترجمتها على ارض الواقع. الى سمحتي لي نقول لك الهدف ونقول لك شنو المحتوى ديالها. مرحبا. اذا اول هدف اللي تحققت من اجله هذه الجمعيه هذه اللي الان العدد ديال المنخرط ديالها يزيد على 1000 منخرط. 1000 منخرط كلهم في ولايه مراكش؟ في ولايه مراكش، الجهه دي مراكش تنسيبت الحوزه. واخا ايه ومتنوعين، عندنا متقاعدات حققت في الاساس من اجل رجال التعليم فقط. ولكن القانون الاساسي ديالها في واحد الفصل كيسمح لغير رجال التعليم باش ينضموا. معنا الشرطه، معنا الداخليه، معنا القطاع البنكي، معنا القطاع السياحي، معنا القطاع الفلاحي، معنا واحد عدد ديال الناس من جميع الجهات. واش انفتحتوا من الاول على غير رجال التعليم ولا جات؟ من الاول جات مع الوقت ومع الطلبات. يحمل الصفه نتاع متقاعد. نعم. ومرحبا به استرف. مرحبا. الاهداف نعم، اول هدف اللي سطرناه هو الدفاع على حقوق المتقاعدين ومطالب المشروعه. طبعا هذه المساله راه سبقني الاستاذ تكلم عليها. ثم المساله ديال المصالح ديالهم لدى السلطات والدوائر المختصه. سيل. الهدف الثاني هو تقويه روابط الموده والوئام وروح التعاون والتضامن والتكافل بين الاعضاء. وانا غير نترجم لك هذا الشيء من غير نتكلم على الانشطه. نمشيو للانشطه. اييه. ثالثا اتخاذ كل المبادرات والتدابير الكفيله بالحفاظ للمتقاعد اولا على مكانته الاجتماعيه وضمان كرامته واحترامه. وهذه النقطه راه فصل فيها السي ادريس قبيله. كرامه واحترام. رابعا توفير مناخ من الدفء والتعاطف والتفاهم لمساعده المتقاعد على الاستمرار في العيش بنفس الروح المرحه والحيويه المتجدده. وهذه النقطه هذه الجمعيه اتخذت واحد الشعار عام تنظم فيه هذا الهدف كليا، وهو المتقاعد نبض صادق وعطاء متجدد. المتقاعد نبض صادق وعطاء متجدد، يعني ما كفش العطاء ديالو بمجرد مغادرته للوظيفه. نعم. بل بقى يعطي دائما. نعم. ثم ربط العلاقه ديال الصداقه والتعاون والتفاهم بين المتقاعدين ومختلف المنظمات التي تعنى بشؤون المتقاعدين. وفي هذا الاطار جمعيتنا في مراكش ولايه مراكش رطات عندها
شراكات مع جمعيات محلية ومع جمعيات خارج أرض الوطن. مزيان. بحيث عندنا شراكات مع واحد الجمعيات المتقاعدين ديال مدينة قرونو بالفرنسا، تبدلنا معهم الزيارات، تبدلنا معهم البرامج، تبدلنا معهم الأنشطة. مزيان. في اتصال دائم مستمر معهم. مزيان مزيان. ثم الهدف الثالث والأخير هو إبقاء الأعضاء المنخرطين في الجمعية على اتصال وثيق بكافة المستجدات في ميدان التربية والتعليم والثقافة بصفة عامة بتنظيم التظاهرات والندوات. هاد القضية سمحتي لي من بعد نتكلم على شو الأنشطة، غير نتكلم على الأنشطة. نعم 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 تفضل. بالنسبة لهذه الجمعية الأنشطة ديالتها لله، عندنا مجموعة ديال الأنشطة المتقاعد المنخرط في هذه الجمعية تستفد واحد المجموعة ديال الأنشطة المنصرة التنظيمة من أنشطة دينية، أنشطة ثقافية، أنشطة طبية صحية وأنشطة اجتماعية. إذا سمحتي لي فيما يخص الأنشطة الدينية. فيما يخص الأنشطة الدينية ديالتنا أننا المتقاعد تحضر تقريبا أسبوعيا وشهريا لواحد المجموعة ديال الأنشطة، منها محاضرات دينية فيما له علاقة بتقويم السلوك ديالو داخل المجتمع، وفيما له علاقة بالمناسبة الدينية تنعرف المملكة كلها. إذا عندكم مقر سي إسماعيل، مولي إسماعيل، كاين المقر؟ نعم. كاين المقر تما فين كتنظم أنشطة؟ هنيئا. عندنا المقر. وبهذه المناسبه هذه بغيت ندوزي واحد الشكر جزيل للسيد مدير الاكاديميه ديال التربيه والتكوين في مراكش في جهه مارتينز في العوز على المساهمات مساعده القيمه الكبيره جدا والمسانده ديالته لهذه الجمعيه هذه والمتقاعدين بصفه عامه. نعم نعم. اذا الانشطه الدينيه، اي قلتي الانشطه الدينيه، مناسبه الدينيه اللي تعرفها الوطن تنشاركوا فيها، والمتقاعد يحضر اسبوعيا الدروس ديال التفسير ديال القران الكريم، وتحضر اسبوعيا الدروس ديال تجويد القران الكريم. مزيان مزيان. هذا فيما يخص النشاط الديني. ثقافيه، عندنا انشطه ثقافيه. المتقاعد كل شهر تيحضر جوج ديال العروض، جوج ديال المحاضرات، وحده ثقافيه فكريه تاثرها دائما اساتذه ودكاتره جامعيون في اقليم مدينه مراكش، وحده طبيه صحيه تاثرها مجموعه ديال الاطباء والاساتذه في مراكش. تتم بجميع الامراض. ولا يخفى على الاستاذ رشاد واحد الاشاره قبيله، المتقاعد الان ما بقى لي غير هادشي ديال الافراد يستفد منها، امراض الروماتيزم، امراض القلب، امراض الحساسيه، امراض كذا، الكوليسترول، الفحوصات الطبيه. اييه. وعنده لقاء اسبوعي اسبوعي مع واحد الدكتوره في مراكش كيتكلم على التغذيه المتوازنه بالنسبه للمتقاعد. مزيان. اسمه العمر الثالث. هذا العمر الاول، هذا انا كنسميه عمر اول لانه بدايه، هذه يعني بدايه ديال حياه اخرى. فيما يخص النشاط الاجتماعي، تنقوم الجمعيه اسبوعيا بزياره المرضى وعيادتهم للمتقاعدين والمتقاعدات، تندعم تندرس بالوسط القروي والحضري وبعض المؤسسات الخيريه والتعليم العتيق، بحيث تنستفدوا واحد المجموعه ديال الهيبات من جمعيات من جهات من محسنين في الولايه كلها، وتنسلموها لضعاف التلاميذ، تنصيبوا نظر ضعاف البصر للتلاميذ في هذه المؤسسات اللي تكلمت عليها، وتنزوروا الخيريات، تندي لهم الملابس وتندي لهم كل شيء، وتنحاولوا كذلك اننا نجمعوا في مناسبه العيد الكبير تنجمعوا ديك اللحوم وتنديوها للمبره ديال محمد الخامس، تيستافدوا منها واحد تقريبا واحد 120 تلميذ سنويا، تياكلوا منها واحد 3 ولا 4 شهور. هذا فيما يخص النشاط الاجتماعي. فيما يخص اذا سمحتي يا لاله، اللي بالنسبه للنشاط المهم عندنا هو نشاط الرحلات. لانه اللي شفتو خصك الاهداف اللي تكلمنا عليها كلها هي هو ان متعلقه هذه الانشطه متعلقه بالاهداف اللي انتم حاطينها ورسمينها. هي خصها تنفسها باش لكي ترفها على المتقاعد. المتقاعد اسبوعيا لاله. نعم. انه تقرا اللغه الانجليزيه، تقرا اللغه الفرنسويه في جوج المستويات، تقرا الاعلاميات، بحيث واحد عدد المخرج عندنا كلهم الان راه مدربين على الاورديناتور على الحاسوب والى غير ذلك لغه العصر، وكذلك تيحضر لواحد التدريب على التصوير. بالاضافه للنوادي، عندنا نوادي اسبوعيه، كاين نادي الكتاب، نادي الخياطه، نادي الطرز، نادي الاسعافات الاوليه، نادي كذا، هادشي كله اسبوع تيستافد منه بالاضافه الى الرحلات. انا غير واحد السؤال عندي، واش كتستافدوا من الخبرات اللي عندكم يعني كمتقاعدين ومستفيدين داخل الجمعيه؟ معلوم. انا نقول لك لا، هذا المستفيد ملي يشوف هذه الفكره ماشي غير حنا كنستافدوا، كنستافد حتى الغير. وغندير واحد الحقيقه وقعت السنه الماضيه، نيابه وزاره التربيه الوطنيه
لمسات واحد العجز عنده واحد الخصاص في المدرسين وطلبت منا بشكل رسمي أن نمدوها بمن يساعد حتى تخطش المشكلة. وفين أمددناها واحد 20 أستاذ جميع المواد اللي تعاون معها خلال الموسم الدراسي السابق. مزيان مزيان فكرة فكرة مزيانة سيدي. وصحاب الخبرة ديالنا الآن الآن جميع الجمعيات تقريبا ديالنا ونمشي لك بعد المناسبة هذه في إطار الشراكة اللي بيناتنا والتعاقد اللي بيناتنا حنا منضوين تحت واحد الجامعة وطنية سميتها الجامعة الوطنية للمتقاعدين والمتقاعدات والمسنين بالمغرب. فيها 96 جمعية. تنتبادلوا الخبرة فيما بيننا، تنتبادلوا الزيارة فيما بيننا، وتنتبادلوا الراحة فيما بيننا. نعم، السي مولاي إسماعيل أنا كنعرف بأن هذا الشيء ماشي سهل، أنشطة ماشي سهلة، شكون اللي كيعاونكم ماديا؟ شكون اللي يجيب لكم من يعني المقر؟ شكون كيعاونكم؟ انا يعني من خلال هضرتي معك حسيت بان حتى الاثمنه اللي كتوضعوا مثلا في الصحه ولا 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 اثمنه رمزيه جدا جدا. احنا اولا بالدرجه الاولى نعتمدوا على الاعتمادات ديالنا الانخراط ديالنا. انا قلت لك كاين اكثر من 1000 منخرط عندنا. نعم هذه مش المرحله الاولى. المرحله الثانيه ان كل من له صله بالتعليم في ولايه مراكش لو تمدنا بالمساعدات لا الماديه ولا المعنويه بالاضافه الى كبار المحسنين عجيب مدينه مراكش المتقاعدين وميسوري الحمد لله الله يزيدهم الخير من خيره سبحانه وتعالى. مجرد ما تندقوا الباب ديالهم او التي يسمعوا ان جمعيه متقاعده كذا الا وتساهموا بشكل بحيث عند محسن في مراكش الله يكثر خيره ويكثر عنتلو بدون ذكر الاسم باش صدقت. نعم 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 انا غير نقول سمية غير باش تقبل ليه عند الله سبحانه وتعالى. لا هو ترفض يسمع سميتو. نعم مزيان مزيان بوحد الله يكثر خيره. مولينا المؤتمر الوطني المؤتمر الوطني الثاني اللي درناه في مراكش كان العدد ديال المشاركين فيه 350 واحد لمدة 4 أيام بتغذيتهم وإقامتهم ونقلهم بكل بهداياهم بجولاتهم داخل المدينة. ولي مولا الله يكثر خيره. الله يعطيكم صحيحتكم على هذه الجمعية هذه والله يوفقكم. سي مولاي اسماعيل الشلبي نائب رئيس جمعية متقاعدي التعليم بولاية مراكش معنا شهادة السي دريس النجار نتعرفوا عليها. مرحبا يا سي مولاي اسماعيل تبارك الله عليكم. نعم شكرا استاذ. نعم تبارك الله عليكم. اول شيء ذكرتي مجموعه المسائل اللي كنت غندير اقتراحات ذكرتوها ديال الاعمال التطوعيه وديال المطالعه والتكوين والتكوين المستمر جيد جدا. انتم رائعين. انا كنضم ليكم يمكن تاخذوا التليفون من عيطوا ليه انا بغيت هذاك النهار ديال كندا غادي يكون يوم عيد بالنسبه لينا. بارك الله فيك. كذلك غادي نضيف لكم واحد المساله اخرى ديال غنأسس انا واحد النادي ديال الخبراء كنسميه نادي الخبراء المتفرغين. لان المتقاعدين ماشي عاديين، راه ناس خبراء ومتفرغين حاليا كنستثمرهم وما حتى هما كنديروا نفرون الفضاء جيد. وكنضم جميع الجمعيات في المغرب من اجل هذا المساعده هاد الناس هادو ومن اجل استثمار هذه القدرات هذه كامله. شكرا سي اسماعيل. شكرا لك سي اسماعيل شلبي. امينه من بوزنيقه. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام اختي. صباح النور. لاباس عليك. مباركه علينا وعليك. شكرا لك على هذا الموضوع الذي طرحتيه. شكرا لكم وعلى الاتصالات ديالكم. اللي معاك. مرحبا لاله امينه. ما كنعرفش الاسماء. سي دريس. اول مره اشارك. بارك الله فيك. سي دريس النجار. النجار. شكرا. أمينة متقاعدة؟ نعم لا أنا متقاعدة يعني تقريبا 6 سنوات. هذه 6 سنوات من بعد التقاعد درتي شي نشاط في مشيتي؟ نعم لله خديت واحد البقعة وبنيت فيها دار وليت يعني كنمشي لها يوميا وليت مشغولة لأقصى درجة. مثلا مثلا درت شجار كنهتم بديك الاشجار كبير يعني حيوانات كنهتم بهم وليت يعني مشغوله بزاف لانني كنتمنى يعني باش بقى نفسيتي مطمئنه بانني راني كنعطي. راكي خدامه. لست متقاعده يعني ولا راني ما بقيتش لايقه حتى شي حاجه. وهذا السيد اللي تكلم الان اللي عندهم ديك المبادره في مدينه مراكش اتمنى ان تعم في جميع المدن حتى نستفيد جميعا. نتمنى وان شاء الله. سي دريس معك يمكن يعطيك بعض الافكار. الله يعطيك الصحه. انا وليت كنشعر
ما نعرف ما تقبلش انني راني رجعت متقاعده. كنحاول ما امكن نبقى دائما راني نشيطه كيف كنت من قبل رغم ان السن راه كيبان. ولكن باش ما نمرض عملت يعني هذا النشاط كنمشي. وانا بغيت بحال هاد الجمعيات اللي كاينين حتى بحال هاد الدروس اللي قال على اللغه الانجليزيه. انا عندي فرنسيه ولكن الواحد كيتعمق مع ممكن يقول راه كامل. فين مستقره امينه؟ انا مستقره في بوزنيقه. بوزنيقه يعني مستقره في هاد الارض اللي عندك في هاد نعمل في هاد المحل. كنتمنى الا كان شي جمعيه قريبه ليا ربما نستافد منها ونخرج رغم علما ان الاولاد كبروا كل واحد كيدير حياته. والانسان الواحد كيحس بالوحدانيه كيخصو يعمر الفراغ الواحد يعمر حياته ويحس. انا شخصيا ما بغيتش نتقبل انني كبرت ما نعرفش انا مرضت يمكن الا بالعكس لا ما كبرتيش عاد بديتي. انا ولا شرت البدايه ان راكم يلاه تخرجتوا من مدرسه هذه الحياه باش تفيدوا ناس اخرين. ايوا ما نعرفك كيجيب لي بالي ان لانك كتمشي لاي محل الناس اللي عرفوك في الوقت اللي كنتي خدام كيشوفوك ما يعطيوكش اهتمام باقي كيديروا. غادي نشيروا لهذه النقطه صحيح غادي نشيروا لهذه النقطه. شكرا اختي. شكرا لك. نشيروا لهذه النقطه هذه مساله ان انسان متقاعد حتى في الوظائف وفي كيجي متقاعد وكيدخل عليهم متقاعد كاين كيسلم عليه كومسا بان راه غير صافي راه في المكان اللي كان متواجد فيه وكيعمل فيه وكيعطي فيه. هذه هي الحسره هذه هي الحسره. نعطيكم واحد المثال ديال واحد سميتو دويان ديال كليه التربيه في الرباط هنا. كليه علوم التربيه السي الزعيمي الله يذكره بخير. زرناه في ايامات باش كان خدام دار معنا واحد التعاقد على العمل بيننا وبينه في مع كليه علوم التربيه. ملي تخرج كان عفو بانه كان جدي وخدام. ملي تخرج من العمل تخرج من العمل ولا خبير يعني خبير متفرغ كيجي يزور المؤسسه ديالو غير يشوفها. بالنسبه ليه هو راه بحال هي دارو وملكو كل شيء خلى كلها فيها الذكريات كامله. كيجي غير يتسارى غير يشوف كيحيد كيفوج على راسه انه جاي مؤسسته اللي كانت مؤسسته دارو دارو كثيره. نعم اذا كل موظف ملي كيتخرج من العمل وكيمشي بحال هكا خصنا نقبلو انه يجي يزورنا. كيجي بالعكس راه شرف لينا راه شرف كبير لينا ملي كيجي او زارنا او نزوروه. احنا خصنا نزوروه والا زارنا راه بحال نبوسوا له راسه جاي يزورنا. خصنا نبغيوه اكثر راه جات عندنا خبره راه خبير جاي بحال جبنا شي واحد اجنبي من برا يعطينا خبره ديالو. هذا راه جاي بخبره ديال 30 سنه 40 سنه. كذلك حتى العلاقات السي ادريس النجار يعني من بعد ما نتقاعد خصني حتى علاقاتي نوطدهم بعدا مع الناس اللي كنشتغل معاهم. صحيح. يعني بالمعامله الحسنه بالكلمه الطيبه. صحيح. صحيح. بالصدق بالايمان المتبادله ديال الحوايج المتبادله باش نهار نخرج ان شاء الله راه ضروري نلقى بعدا تليفوني كيصوني عليا. صحيح. نلقى الناس كيسولوا عليا فين كفلان فين مشيتي يا ودي خليتي بلاصتك. وهذه هي الجمله. نعم. اللي نبغي هذه النصيحه بغيت نخليها نعطيوها للناس اللي خدامين مازال ما وصلوش لسن. انت كتخبي لينا تما في دوك الوريقات الاسرار وشويه شويه كل حاجه كتعطينا كل حاجه بوقتها شويه بشويه. انا عجبتني هلا امينه من بوسنيقه. عجيب عجيب شغلات راسها تفلحها. هو كيقول لك لا المنشغل لا يمل ولا يحبط وما عندوش وقت حتى باش غادي يمرض. ما مساليش المرض هو. نعطيك واحد هي نكته واقعيه كانت هي مات شحال هذا مده هذه في منطقه ديال منطقه امازيغيه. واحد القائد ذاك الوقت كان قائد كيحكم كان ذاك الوقت القائد ممكن يصدر حكم على بالحبس على واحد. نعم. شي واحد دار شي مخالفه ما عرفتش شنو هي ماشي حاجه كبيره مع الناس غير وينو شدو قال لهم سجنوه مده يومين ولا ثلاث ايام. هذاك الشخص عنده شغال ديالو الفلاحه ديالو الغنم ديالو البقر ديالو قال له راه ما مساليش الحبس انا. قال له ما مساليش الحبس السي القايد. يعني الاشغال ديالي. هو قال بشحال قال له ارسلوا له الحبس القايد. ما مساليش الحبس. القايد بكثر ما شاف هذا السيد هذا متحمس شاف هذا السيد متحمس للخدمه وهذا ضحكوا وعفى عليه وافتخر بانه مشغول. نعم. ناخذوا الحاجه السعديه من الرباط. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام اختي. كي درتي؟ اهلا لجهان. مرحبا. انا منين جلست انا ما عمرني كنت كنجلس كنكون في هذا الوقت في الدار
والسلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا مرحبا. علينا وعليك الصحه والعافيه. هما منخرطين في هذه الجمعيات ومرحبا. تيشوفوا من حق المتقاعد اللي ما تتحكمش عليه، تيحكموا عليه غير الناس اللي ما عمرهم مارسوا العمل، تيحكموا عليه بشي حكم انه جلس ما بقاش عنده قيمه ما بقاش عنده. نرجعوا لكلامك الحاجه السعدية، قلتي انا ما عمرني ما جلست، كتهضري على التقاعد ولا؟ انا كنت خدامه جلست لو موان 12 كونجي ديالي كنسالو. وارتبط باللقاء المفتوح. عاد ساليتي لينا يا الحجه السعديه. هي مدرسه، دخلت مدرسه اخرى. الله يبقى فيا الحال يا الحجه السعديه. وتسجلت مدرستكم. ساليت لك، ولكن كنسول اشنو قلت في الصباح؟ كان ودرت الانترنت على ودك يا جيهان يا لاله جيهان الحبيبه. مرحبا باختي. يا صوت الرطب الحبيب اللي تيدخل القلب. مرحبا باختي الحجه السعديه، نقول لك اختي انا، نقول لك اختي. بارك الله فيك الحبيبه وشكرا، وركي تكوني بنتي ان شاء الله. ربي يخليك، ربي يخليك. انا يلاه جلست دابا، قولي نعتبر جلست من 1/1/2015. بغيت نبحث واش كاينه شي جمعيه ديال المتقاعدين هنايا في الرباط. بغيت نخرط فيها. بغيتي تشوفي شنو ممكن ديري من بعد؟ بغيت نشوف شنو ممكن ندير مع العلم. انا طباخه حلاويه. عندي جميع الاهتمامات. صافي صافي الحاجه السعدية، انت صاحبتي، انت صاحبتي. صافي خلتي. مرحبا. انا غنشغلك غنشغلك، غير كوني هاديه. مرحبا، شغليني اختي، شغليني شغليني. هي الحاجه السعدية عندك تبارك الله هذه المهارات هذه، كنتي قبل في شي مؤسسه ولا في شي بلاصه؟ الحمد لله هاد المهارات هما انا اللي دخلوني عاون عمومي في مصلحة. سيد خدمت درت له شي شغال في واحد المناسبة ديال بنته وخدمني الله يجازيه بالخير. مزيان. كملت الخدمة ديالي وانا درست، ولكن هذاك الاهتمام واخا خدمت كنت كنمارسو. يعني البنات الخدمة اللي طلبوني بهاد المناسبة تنجم نقدم لهم جماعة التحية الكبيرة الكبيرة الكبيرة، لأنهم عاد كرموني السيمانة لو 31 دوز. داروا لي واحد الكريم هائل هائل. ايوا عطاهم بيا وكذا والحمد لله. فرحانة تستاهلي تستاهلي. ادينا الواجب، ادينا الواجب على أحسن وجه. الحمد لله. هادشي اللي بغينا نشيروا ليه أن الناس المسؤولين ديالنا الله يجازيهم بخير كيعتبروا بينا وكيديروا بوجهنا وكيهزونا فوق الراس. ايوا ايوا راكي رسختي الاحترام اللي خدمتي، راكي حميتي الاحترام. الحمد لله الحمد لله. وتنطلبك الجهان الا كان ممكن. مرحبا اذا كان ممكن. دير لنا واحد البرنامج. ايه. ولو داز قالوا لي داز شي مره انا ما سمعتوش. على سكان العماره. سكان العماره. اه. اها ياك ما متضرره شويه 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 الناس ما كتفاهمش، شويه الناس ما كتقدرش ما كتحترمش. كاين الناس كتبغي تعبديهم، كاين الناس كتبغي هذا. ان شاء الله نفتحوا ان شاء الله في روح المواطنه على سكان العماره. ها هو سي ادريس النجار، انا نبغي يعطيك بعض الافكار ونبغي تستفدي معنا في هذه اخر مكالمه ان شاء الله. شكرا الحبيبه. شكرا اختي على سلامتك، تبارك الله عليك. الله يسلمك ويحييك. ومبروك النجاح من التخرج ديال مدرسه العمل. بارك الله فيك. انك تخرجتي من مدرسه الحياه وغتبداي عمل اخر دابا. اخت جيهان خيرا. اخت جيهان غادي تدير لك واحد البليصه شويات ان شاء الله. طبعا ملي كتكوني انت مثلا دخلتي برنامج بحال هذا غتبقى تخدمي عقلك، تقلبي ديري هذا وتجتهدي وتولي مجتهده وتولي باحثه، تولي وحده اخرى. لان اللي كيشتغل كيخدم، اول شيء كيخدم وكيتعلم وكيزيد القدام، عقله كيبقى ديما خدام، ما عمره كيشرف. كنقول كيشرف، الدماغ ما كيشرفش، واخا الجسد ديالنا كينقص شويه لحد اخره، ولكن الدماغ ما كيشرفش. هو كيخلق روابط اخرى وكيستمر، واللي يستمر على هكا ما كيمرش دوك الامراض الشيخوخه ديال الزهايمر ولا غيره، ما كيعرفهاش نهائيا. الناس ديالنا بقدام ما كانوش كيعرفوا ان كيستمر في العمل حتى كيمشي. باش ممكن نفيدوا الحاجه السعديه، شنو ممكن نعطيوها كنصائح فين أول شيء تبارك الله عندها الحلوى في بيها والطبخ وهذا. أي أول شيء بالنسبة لنا ديجا البرامج ديال الراديو بحال هكا ديال الإذاعة راه ديجا كطرحوها ساعات ساعة كان راحت بينا مزيان، كتعطيو الناس باش يعطيو حوايج مزيانة تشغل بحوايج أخرى وتتكون في حوايج أخرين. أنا نعطيكم مثال ديال مهارات أخرى، مهارات أخرى وتكوينات أخرى. أنا كنكون الكبار في الاعلاميات وفي مواد اخرى، وكنلاحظ بان الكبار اللي قربوا يخرجوا التقاعد من كنبقى نكونوا في ماده. مثلا قال لي الاستاذ قبيله السي اسماعيل بان كان كيتكون في الاعلاميات، مني كنكون انا موظفين ديال 56 سنه 58 سنه كيقول لك ما بقى لنا والو نخرجوا، اش غنتعلموا حنا من بلاش؟
كنقول له انت شوف انت راك دائما خاصك تعلم تعلم هذا فيه قصه واحد السيد وصل 60 سنه جا قال لي انا عندي 60 سنه واخا كاع نبغي ندير شي هدف ونحقد ونحقو من بعد شنو علاش قلت له شنو شنو غادي دير قال لك مثلا غادي ندير الدكتوراه قلت له مزيان دير الدكتوراه شحال كطلب قال لي 3 سنين 4 سنين قلت له مزيان قلت له اجي قال لك ولكن اش قلت له اجي دابا عفوا عمرك 60 سنه من هنا 4 سنين الا ما درتيش هذا التكوين اش غادي يكون عندك 64 سنه وما عندكش الدبلوم ديال الدكتور والا من هنا 4 سنين درتي الدبلوم ديالك وخديتي الدكتوراه ديالك اش غادي يولي عندك 64 سنه وعندك الدكتوراه شكون اللي بغيتي هذه ولا هذه وخبرات بحال هكا الناس كيطلبوهم في سنوات كيدوزوا سنوات كيدوزوا ولكن واش خديتي خبره ما خصش نهار يدوز وانت ما استفدتيش خصك تخطط وتخدم شنو قلنا بانه النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك واخا توصل يوم القيامه غادي تقوم القيامه وفي يدك فسيله غرسها هذيك الفسيله غادي تستمر لقدام واخا ما تستمتع فيها انت واحد اخر غادي يستمتع انت درتيها من بين الاعمال ديالك دخلتيها في الاعمال ديالك واحد يعطي يعطي يعطي, يعطي ويزيد ويعطي لقدام غادي نعطي واحد النصيحه فقط للشباب اللي طالع وكيتسناه التقاعد هي اللي قلنا قبيله اول شيء الخبره كنقول الخبره ماشي ضروري توصل حتى توصل حتى 60 سنه باش عندك الخبره ديال 60 سنه راه ماشي ضروري راه ممكن في خلال سنوات قليله تكون عندك خبره ولكن تكون بالنبهه تكون رد فايق مزيان هذه خدمه صغري على كبري ولا خدمه صغري وبالبركه كل نهار فيه البركه ماشي كان اللي جات على قد الحال وما كاين مشكل وهانيه نو السنوات كيدوزوا والطاقه ديالك كتمشي كيقول لك بانه الاقدميه الاقدميه ماشي في السنوات وانما بالخبره اللي كتعلم التعلمات اللي كتاخذ مثلا شي مهنه اللي كتطلب في ظرف عام كتقنها واش نبقى ندوز انا فيها 20 عام إذا دوزتي فيها 20 عام كتولي قديم 20 عام ولكن راه غير عام معاود 20 مرة هذه كتسمى سنين العمل سنين الأقدمية ديك السنين الأقدمية كتولي قديم في ذاك الميدان وهذيك كلمة قديم راه فيها شي شوية ديك قديم شوية فيها مشكلة بينما إلا كنتي عندك خبرة ديال السنين السنين كتجدد الخبرة كتجدد ملي كتخرج كتولي كي كنتي كي وليتي ومازال تزيد لقدام ماشي حماك ما محدودش انت كتستمرين الدماغ ديالنا ما عمرو كيقول لك وقف ومدرسه الحياه نعاودها مدرسه الحياه هي مدرسه ما كتسدش البيبان ديالها وبالتالي الناس ما يخرجوش منها ما تخرجش من مدرسه الحياه لان مدرسه الحياه ما كتسدش البيبان بارك الله فيك سي ادريس النجار على كل هاد النصائح هذه اللي خاصنا ناخذوها وحنا كنفكروا في التقاعد وحنا كنبنيو واحد الحياه من بعد التقاعد والتقاعد راه ماشي هي نهايه العالم بل بدايه حياه جديده شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لكل الطاقم اللي واصل معنا وتواصل معنا في هذه الحصه زمني من اللقاء المفتوح اكيد غنتلاقاو في حصص اخرى شكرا لك مريم الذهبي في الاخراج شكرا لك كذلك سميره السنساوي في الهندسه الصوتيه حليمه الفوفطي كذلك في المراقبه والتوزيع محمد الحيرش دائما معنا في استوديو 4 منورنا كنقولوا لك شكرا لك جهه المينور الميكروفون ايوا رانا خليتكم بالف الف خير وغنتوحشكم بكل محبه والقلب المفتوح والنيه الصادقه رحنا دايما معكم على أتي الإذاعة الوطنية.